تواصلنا مع سيادة المستشار يحيى بتار وأذن لنا إن هي تمشي. طيب. شكرا. أنا فهمت يا شريف، واللي عمل كده لازم يعرف أنا مين، فاهم؟ خلينا نمشي وبعد كده نشوف هنعمل إيه، تعالي. يا فريدة. إزيك؟ عملت إيه؟ الحمد لله. النهاردة عدت على خير. يعني القضية خلصت خلاص؟ لا يا فريدة. لسه في قضية بس محتاجة شوية وقت. انت مالك متوتر كده ليه؟ عشان الموضوع لسه مخلصش يا فريدة، واكتشفت ان في ناس كتير قوي مستنية اليوم اللي يقع فيه يوسف المالكي. بعد الشر علينا. جو، اوبا، ايش الشياكة دي؟ انت مغيرتش ليه؟ انت مش عارف ان عندنا تمرين؟ عارف طبعا. سيبي بابا في حاله، بابا جاي تعبان. مفيش الكلام ده يا عمنا. عمنا ده ايه؟ اهدي انت بس يا حاجة، الراجل ده مش بشوفه غير صدفة وهيتمرن معايا. بقولك ايه، بلاش تتكلمي بالالفاظ دي، انت فاهمه ولا لا؟ خلاص يا فريده، خلاص خلصنا. كل ما هتزودي فيها البنت هتغلط اكتر. خلاص بقى، هطلع اغير وهنزل اقطعك يا نجوميه. ايوه بقى يا ابو الصحاب. نجوميه وابو الصحاب، تربيتك شايف تربيتك عملت ايه؟ مالها تربيتي؟ يعني من المحكمه؟ مفيش، كان في حاجه في المزرعه كده رحت حلتها. طيب انت تعرف واحد اسمه ناجي؟ مفيش غير ناجي واحد. ماله؟ عايزك تفهم لي حكايته ايه. لا، هي حكايته معروفه، طالما ظهر يبقى في قلب. سيبهولي انا اوصل له بمعرفتي واعرف ايه اللي وراه. الله يسلمك يا صاحبي. قول لي، مفيش اخبار عن نور؟ كلمت فريد، قال لي لسه التحريات شغاله ما وصلوش لاي حاجه. هوصلك واروح لك. يا رب ان شاء الله خير. ايوه فريد. ايوه يا احمد، لقينا عربيه نور. ايه؟ طب ابعت لي اللوكيشن، انا جاي لك حالا. في ايه؟ لا، عربيه نور. ها اوبا، جوري جو جامد برضه. ها الله الله على وحش المجره اللي مظبطنا جوه وبره. ايش يا كده يا ابو العيامه؟ اقل حاجه عندي بقولي لابوكي. بقول له والله، بقول لك ايه، انت لازم تقطعه. انا كده كده بقطعه من غير حاجه. طب امسك بقى عشان لازم اخلع حالا. ايه الواد بتاع مزيكا؟ احبك كنت راكب معايا في السلام. بقول لك ايه، برمج اخوك بقى عشان الزن على ودانه. ايه جو، انا انجي بنت الباشا وهو علي بن الجنايني، ورد قلب ده مش هينفع معايا خالص. تلاقيش انا وكيلك في الجوازه دي، واللي عاوز يجي الفرح يجي، واللي ما يجيش عنه ما جه. سلام يا اتش. مع السلامه يا روحي. سلام يا حبيبتي. سلام يا حبيبي. هتعرف ولا هتتعبني؟ اتكلم على قدك. يا فريد، من الله على سلامتك حسن. الله يسلمك. احنا لقينا العربيه فاضيه ومستنيين المعمل الجنائي جاي في الطريق عشان لو في اي ادله او بصمات تساعدنا في القضيه. ورجالتنا بيمشطوا المنطقه كلها. مش قادر اصبر اكتر من كده. اهدى يا يحيى، خلينا نعرف نفكر. واضح اللي بيحصل ده متخطط له كويس جدا. انا ده رايي برضه، خلينا نستنى المعمل الجنائي نتائجه، هتساعدنا كتير في الموضوع. يلا. الواد اللي جاي ده ايه؟ ده انت يا ابني، دي نمره التليفون، كلمه.
هاتوا العيال دي والواد الصغير كمان. اقف يلا. عملتولك بإيدي، امسكي. تسمعي عن الاحتباس الحراري اللي بيشفط الأكسجين من الجو؟ دي معلومة بقى ولا بتهبد؟ والله أنا عن نفسي مش عارف إذا كنت بهبد ولا لأ. أنت لما بتكوني زعلانة يا مريم أنا بحس إني مخنوق، بيحصل لي احتباس حراري، بتوتر، الأكسجين بيقل. أيوة اضحكي بقى، ضحكتك حلوة. أنا مش بضحك على فكرة. لا بتضحكي ولا بتعملي إيه؟ بس بقى. ممكن طب توعديني إنك تفضلي كده على طول؟ أصل المستشار ده أنا متغاظة منه قوي قوي. وأنا قلت لك أجيب لك حقك. يبقى تثق فيا. يلا. يلا ده أنا هنسيكي اللي حصل معاكي ده كله النهاردة. يلا. يلا ثانية واحدة. أنا مستنية نيكول تيجي من المطار وجايبة لي فستان الفرح وأنا هموت وأشوفها. وأنا كمان. أنت كمان إيه؟ هموت وأشوفها. تنسى طبعًا. انت يوم الفرح وبس. انا مستنى اليوم ده قوي. تبقى عروسه زي القمر. حلو المكان. انا ما بحبش اعمل اجتماعاتي المهمه غير هنا. نخش في الموضوع على طول. انا سمعت ان البضاعه اتسرقت، ضاعت، اختفت. المهم انها ما بقتش موجوده. بص الدنيا باظت. الأيام قامت اللي جاب البضاعة دي يجيب غيرها. اوعى تكون فاكر ان الفلوس اللي اتصدرت دي هي كل ما نملك ولا حاجة. ما تقلقش خير كتير. بقى المشكلة مش مشكلة فلوس، هتتحلت. المشكلة انه البضاعة دي مفيش منها غير نسخة. وانا عايز البضاعة دي، مش عايز بضاعة غيرها، بس انا بحب البضاعة بتاعتي قوي. حقك. بس افرض ان البضاعة دي ما بقتش موجودة. نعمل ايه؟ مش لازم ناخد وندي عشان نوصل لحل؟ البضاعة مش موجودة يبقى خلص الكلام. ناجي ما بيتمرجحش. مش عايز تتمرجح. انزل. حقك انك تتمرجح وقت ما انت عايز طبعا، لكن احنا في تجارة. التجارة بيع وشراء. بين البايع والشاري، بين البايع والشاري في شغلتنا لو ما فيش بضاعة يبقى في مكان عدم. ده قانون الشغلانة لو ما تعرفوش. أعرفه. أعرفه كويس جدا. بس انت اتسرعت وجاوبت بدري. العلماء لما بيفشلوا في تطبيق نظرية بيغيروا القانون. اينشتاين قال لك ايه؟ اينشتاين؟ قال لك من الغباء ان تفعل نفس الشيء مرتين بنفس الخطوات وان تنتظر نتيجة مختلفة. انا مش قصدي طبعا ان انت غبي ولا حاجة، اوعى تفهمني غلط. انا كل اللي بقوله ان انت حتى لو استخدمت العنف مش هينفع. يبقى الحل انك تاخد الفلوس، ده حل ذكي. بمناسبة اينشتاين بيحضرني العبارة الخالدة بتاعت الحكمدار عباس حمودة. حبيبي. بيقول لك اديني قلبك وخد قلبي. طب وهل يعقل الكلام ده؟ اتس نوت لوجيك. سيبك بقى من كلام العلماء ده وبلغ اللي بعتك، لو البضاعة ما وصلتنيش في خلال 3 ايام هاخد قلبه مش هديله قلبي. ما تنساش اقرا فتح اينشتاين. شور. وعجبت لي نظريه عبد الباسط. جود ايديا. رغم ان ناجي ظهر لكن قلبك جامد وبتلعب سكواش ومش همك اي حاجه. مطمن طبعا، لان اكيد اخويا هيقف جنبي. عشان ابليس في الجنه. عشان ابليس في الجنه. طيب لو ناوي تلعب بلاش تلعب بالجزمه دي لان هي هتوقعك على وشك. ما تقلقش، أخوك طول عمره جاهز. بيقولوا في سجون أوروبا اللعبة دي لعبة أساسية. وانت ناوي بقى تروح تلعبها هناك؟ ربنا ما يكتبها علينا. أي معلومة كده جت على بالي لما ظهر ناجي.
بقولها لك عادي يعني. بمناسبة ناجي، ناوي تقف جنبي ولا تشيل ايدك؟ نتحاسب. البضاعة اللي ضيعها شريف تضير فيها رقاب، وأنا الوحيد اللي أقدر أنقذكم. فيش إخوات بيتحاسبوا يا هارون؟ لا، ده بيقولوا إن كنتم إخوات اتحاسبوا. آه، ده أنت ما صدقت تلاقي حاجة تمسكني بيها من إيدي اللي بتوجعني. اللي لاقي فرصة وما استغلهاش يبقى عبيط. أخد حقي أحل رقابكم من حبل المشنقة. العب. واضح ان كان لازم اسمع الكلام من الاول. انت عملت الصح يا حي. انا عملت اللي انا شايفه صح يا عازم، بس ما عملتش حساب ان اي حد ممكن يتاذي بسببي. ان شاء الله كل حاجه هتتحل، وعمر هنلاقي الرقم وهنلاقي نور، الكابوس ده كله هينتهي. انا ازاي ما جاش في بالي؟ ازاي؟ في ايه؟ استنى، ايه اللي حصل؟ راح فين؟ انا كنت متفق مع نور امبارح ان احنا نتقابل في اسكندريه وهي هتسبقني على هناك. ازاي ما افتكرتش؟